يعني لازم تكون لا بريزون شارج افون كو لا مالاد فاس اون غروسيس، يعني قبل ما المراه انها دير اون غروسيس لازم يكون كاين اون ديمارش اون بريكونسيبسيونيل، وين لازم اننا نشوفوا المراه نشوفوا اسكو بار اكزومبل عندها هذا لو سيندروم دي زونتيكو انتي فوسفوليبيد، نحاولوا اننا نبروغراميو لا غروسيس نحطوها سو تريتمون. كاين دي تريتمون اللي عندهم ريسك دو تيراتوجينيسيتي، يعني يقدروا انهم يديروا تشوهات عند البيبي، وين نكونوا ملزمين اننا نحبسوهم. لا بريزون شارج كذلك اثناء لا غروسيس و la grossesse qui est une prise en charge vraiment délicate où les hommes sont multidisciplinaires avec les médecins internistes avec le cardiologue بعد الولاده كذلك لازم يستمر المتابعه تاع المراه اللي عندها مشكل او متلازمه تخثر الدم اثناء الحمل. لما نتحدثوا على لا multidisciplinarité سك رانا نحكيوا على un milieu hospitalier وين احنا الحمد لله في هذا الوقت عندنا تناسق كبير في مستشفيات الجزائر، وين كاين تناسق بين المصالح، وين المراه لما بار اكزومبل يكون عندها متلازمه تخثر الدم تقدر انها تتبع كامل لا غروسيس تاعها من قبل ما انها دير اون غروسيس واثناء لا غروسيس تاعها وبعد الولاده تاعها في المستشفى، وين يكون كاين تناسق بين مختلف المصالح كمصالح الطب الداخلي، مصلحه طب النساء والتوليد، وكذلك مصلحه طب القلب.